ركلة جزاء لباريس سان جيرمان. هل تكون الريمونتادا؟ كيليان مبابي النجم القادم في الموسم القادم لنادي ريال مدريد، هل يقصي برشلونة من الدور الربع النهائي ويكون زعيم الريمونتادا في ليلة استثنائية؟ تير شتيغن أمام كيليان مبابي، مبابي وشتيغن، مبابي وشتيغن، يسويها يسويها، هل يكون الهدف الثالث؟ نار يا حبيبي نار، هي ولا ما هي؟ هي ولا ما هي؟ تصيب ولا تخيب؟ تصيب ولا تخيب؟ كيليان مبابي جنون كرة القدم. يا سلام على ليالي الأبطال الجميلة، فعلوها وسووها باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1، بنتيجة 3-1 قلبوها من ملعب برشلونة وردوا الريمونتادا. الله 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 الله، حسرة لابورتا وفرحة جماهير باريس سان جيرمان بالوقت الحالي لا تقدر بثمن. كيليان مبابي، كيليان مبابي حطها حط، حطها حط يا فنان ويا قناص الشباك وغازيها. ولعوها باريس، ولعوها باريس، يا سلام سلم على متعة كيليان مبابي المعلم.